أنتم مساء جميعا، ننقل لكم الخبر العاجل. تعرض موكب الحاكم إلى عملية إطلاق نار ومحاولة اغتيال من قبل مخربين، حيث تم القبض على الفاعلين بجهود وزارة الداخلية والاستخبارات واقتيادهم إلى المحكمة بعد التحقيق معهم لإصدار الحكم بحقهم. ونطمئنكم بعدم تعرض الحاكم لأي أذى، أدام الله ظله. نترككم مع المراسل المتواجد أمام المحكمة لينقل لنا المستجدات. نعم، نحن أمام المحكمة، نقوم بانتظار مستشار الحاكم لسرد القصة التي حصلت مع الحاكم أثناء توجهه إلى المكتب. حضرتك مستشار الحاكم، حابين نعرف القصة اللي هلأ عم بتدور بالمحكمة والقضية اللي رفعت على عصابة جراي، في مجال نعرف القصة كيف صارت من جهتكم؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية. الله، اللي صار معنا انه الحاكم حب يظبط السيارة فنزل عند الميكانيكي اللي موجود عندنا بالمدينة، فجأة بنخلص بيعملنا السيارة وكل شيء. انا وطالع من تحت بلاقي انه في غلط بالفريمات تبعون الجيب تبعه، يعني صعب ندعس الفريمات. بنتلاقى بثلاث بيحاولوا يطردوا طريقنا، فدغري بحكي مع مركز الاستخبارات و بضلهم عم يطاردوني. توقفناهم بمنطقة وبجهود الاستخبارات قدرنا انه نوقفهم ونسقط عدد منهم وتوقيف عدد منهم لنشوف مين كان المحرض، ولقينا المحرض وهلا هو عنده محكمة هون. تمام. الحاكم او حدا من افراد الطاقم تبعه، حدا صار له اصابات، تأذى اي شيء؟ الحمد لله، يعني اكثر من انه السيارات تعرضت لاطلاق النار، ما صار في ادنى، يعني ما صار ادنى. نرى هنا التحضيرات التي تقوم بها شرطة المدينة لاستقبال شهود العيان والمسجونين والقاضي، وها قد بدأت المحكمة. مهاجمة موكب الحاكم من قبل هدول الشخصين، نشكر الله قدرنا عليهم بمساعدة الأصدقاء. بمساعدة مش الأصدقاء يا حبيبي. ضل ساكت، ضل ساكت، ما حدا عطاك إذا تحكي، ضل ساكت. عصابات، هدوء بالمحكمة. يحاكم المتهم شاكس غيابيا، نزلوا على الحبس لتحت. حد قاضي حاكم كل شيء، دول فاسخ وريف. الا ما ارجع اشوفك برا يا حاكم. يحاكم الشخصين. لي وقدرها $3,000 امريكي فقط لغايه، وبالسجن لمدة صريح مرون. أما شاكس يغرم بإضافة $5,000 لعدم التزامه الهدوء في المحكمة، وأيضا يغلق مبنى ورشة الميكانيك في الشمال الأحمر لمدة 2 يوم، وذلك لإكمال التحقيق بالجريمة التي حصلت بالهجوم على موكب الحاكم وقتل إحدى مرافقيه الشخصية. ننتقل الآن إلى مواكبة نقل المساجين إلى سجن المدينة، ونوفيكم ببعض الصور. خبر عاجل لم يكن له بالحسبان، اعتراض الباص الذي ينقل المساجين من قبل أشخاص مجهولين، والآن نرى بالفيديو كيفية إطلاق سراحهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.
Thank you.